هو بداية ما يمكنش نقوله بأنه يعني الشباب ما كانش داخل حزب التجمع الوطني الأحرار، هو الشباب كان موجود. طبعا اللي كان مفتقد هو كان مفتقد الإطار، يعني اللي هو راه موجود الآن الفيدرالية الوطنية للشباب التجمعي، لكن طيلة 40 سنة كنلقاو بأن يعني الدور ديال الشباب كان واضحا بارزا. كانت مجموعة من الطاقات الشبابية اللي كانت دائما في المكتب السياسي، كان مسار مهم جدا لشباب الذين تمرسوا طيلة 40 سنة ووصلوا يعني أنهم أصبحوا من القياديين، أمثلة كثيرة جدا من الشباب التجمعي اللي ساهم واشتغل، وأيضا كانت قضايا الشباب حاضرة. لكن اليوم الجديد خصوصا مع المجيء ديال السيد رئيس عز أخنوش هو الميلاد ديال الفيدرالية الوطنية للشباب، يعني هيئة موازية للحزب تشتغل طبعا وفق القناعات وفق الإيديولوجية للحزب، ولكن تشتغل في إطار من أجل يعني احتضان يعني المشاكل الحقيقية للشباب والدفاع عنها وخلق ذلك الفضاء من أجل التفاعل ومن أجل يعني تحديد الرؤية الدقيقة للأمور. أنا كأنه الصورة الآن اللي يتم يعني تسويقها على الشباب على الأحزاب السياسية اليوم في المغرب كنظن هي اللي كتزيد تعمق سوء التفاهم الموجود من بين الأحزاب والشباب. هناك يعني دراسة مهمة جدا للمندوبية السامية للتخطيط أعطت مؤشرات مقلقة، يعني نسبة تأطير الشباب حوالي 1%، نسبة المشاركة السياسية للشباب حوالي 4%. أنا كنظن هذه الأرقام هذه تسائلنا جميعا، تسائل الشباب، تسائل الأحزاب السياسية، وتسائل أيضا الدولة. الدولة يجب أن تقدم الإمكانيات للأحزاب لكي تستطيع هذه الأحزاب أن تؤطر. الأحزاب أيضا يجب أن تشتغل وفق استراتيجيات واضحة موحدة يعني تستهدف الشاب في مشاركته السياسية وفي التأطير دياله. النقاش الذي كان في البرلمان حول يعني الوظيفة والدور اللي بغيناه المجلس الاستشاري للشباب والطفولة، أنا كنظن الاسم دياله يجيب على مهامه. حينما نقول مجلسا استشاريا فهو المطلوب منه أن يكون مجلسا يشتغل على السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، يعطي الرأي دياله حينما يطلب منه الرأي من طرف يعني المؤسسات والأشخاص اللي عندهم الحق أنهم يطلبوا الرأي ديالهم. ثانيا أنه يعمل هو دراسات ويقدمها ويثير الانتباه حول عدم حول غياب ولا حول وجود يعني سياسات عمومية مرتبطة بالشباب في العمل الحكومي اللي كتقوم به الحكومة. أنا كنظن هذه هي المهام الأساسية دياله، ولكن باش نحولوه إلى مؤسسة تمثيلية يعني نقولوا بأن الأحزاب السياسية مثلا الموجودة في الحكومة خص يكون عندها ممثلين. أنا كنت شخصيا من الناس الذين ناقشوا داخل اللجنة وعبرت على رأيي صراحة، وهو الرأي ديال الفريق ديالنا داخل مجلس النواب، وقلنا بأنه ما يمكنش أن يتحول هذا المجلس الاستشاري إلى مؤسسة تمثيلية. لا، هو شوف بداية كاين منطلق أساسي، حزب العدالة والتنمية هو مهم واستراتيجي داخل الحكومة، يعني هو شريك داخل الحكومة، يعني نتشارك معه داخل الحكومه ديال 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 الحكومه ديال 2016 هذه. فاليوم ربما كاين مواقف داخل حزب العداله والتنميه هي التي تظهر بين الفينه والاخرى، ولكن هل تعبر عن الموقف الرسمي للعداله والتنميه؟ هذا هو السؤال. احنا اليوم داخل الحكومه نشتغل نتحمل المسؤوليه ديالنا، عندنا برنامج حكومي نلتزم عليه، سوف نعمل على إنجاحه وإخراجه إلى الوجود، سوف نتحمل المسؤولية كاملة بشكل متضامن، وما عندنا حتى إشكال في هذا الباب هذا. لكن اليوم أنا كنظن بأنه ما يعتمل داخل الأحزاب السياسية الداخلية ما خصوش يكون عنده تأثيرات على العمل ديال الحكومة. إما أن نكون حكومة واحدة موحدة نتحمل المسؤولية باش ما يوقعش واحد النوع ديال الخلط عند المواطن المغربي وما يميش بين المعارضة وبين الأغلبية. حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب موجود في الحياة السياسية المغربية، اليوم هو راه موجود في المعارضة وإحنا موجودين في الأغلبية، ما يجمعنا به هو الاحترام المتبادل لا أقل ولا أكثر. أنا اليوم لست مطالبا باش أنني نفصل في الإيديولوجية ديال الأحزاب. أنا اللي كنعرف شخصيا هو أن حزب التجمع الوطني الأحرار يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة حزبا وطنيا موجود في الحياة السياسية يشتغل وفق قناعته وفق إيديولوجيته وفق مساره الذي يرسمه المناضلون داخل هذا الحزب هذا. فبالتالي علاقته بنا احنا هي علاقة الاحترام فقط. اليوم أنا كنظن بأن ما وقع في البرلمان من نقاش
هذا ينسجم مع المهام ديال البرلمان، وان هناك تدافع سياسي وهناك نقاش، ولكن النقاش في الصلب ديالو ما تمحورش حول الاحزاب. انا شخصيا ذكرتي الاخ النائب المحترم، تناقشت معه نظرا لما وقع داخل البرلمان ولموقفه الشخصي هو وليس موقف الحزب الذي ينتمي اليه. اذا كان هناك نقاش داخل الجلسه العامه، وكان ايضا هناك نقاش داخل اللجان حول، يعني لانه ربما هو فهم ان هناك اساءه لنائب معين من طرف وزير تجمعي، وهذا يعني لم يكن صحيحا. وحنا يعني حزب أصالة والمعاصرة كما قلت هو حزب اللي كيبقى حزب محترم وحزب موجود في الحياة السياسية الوطنية. اليوم التجمع الوطني الأحرار ماشي هو حزب اللي في عمره سنتين أو لا سنة باش نقولوا بأننا سنكلفه بمهمة. فمن يقول هذا الكلام اللي نقلتي مشكورا فهو كيقلل وكينقص من القيمة ديال واحد الحزب اللي في عمره 40 سنة اللي أصبح اليوم جزءا من التربة السياسية المغربية. ما يمكنش انني يعني كلام تطلق هكذا على عواهني نقولوا بان الحزب اليوم تكلف بمهمه معينه. انا كنظن بانه حينما انتخب السيد عز اخ النوش رئيسا لحزب تجمع الوطن الاحرار قالها بالواضح، قال احنا العدو ديالنا هو الفقر، هو التهميش، هو التخلف، هو النقص ديال فرص الشغل، هذه هي الاعداء ديالنا الحقيقيه. بالتالي ما عندنا حتى شي خصم، ما عندنا حتى شي عدو، نتنافس. البرامج ديالنا كنطرحوها، كندافعوا عليها، كنقدموها للشعب المغربي، ولكن ما كنعتبروا حتى شي حزب وطني مغربي يشتغل اليوم في الحياه السياسيه بانه عدو لنا. فمن يدعي هذا الكلام فهو واهم، وهذا كلام مردود عليه ولا يستقيم وما عنده حتى علاقه بالواقع.